تضاعف مبيعات الشاب حسام من وجبة السمبوسة أضعافا مضاعفة في شهر رمضان عن الأشهر الأخرى. إذ تظهر هذه الوجبة المثلثة الشكل بظهور رمضان ويختفي الاحتفاء بها باختفائه. ضعف يعني كان أول بأيام العادية ينفطر 30% عن لذا. الحين توصل 70-85%. السمبوسة كوجبة رئيسية في مائدة رمضان عند اليمنيين وعند مختلف الشعوب تلف في أصلها ما بين الفارسي والتركي، فيما يرجح آخرون أصلها الهندي تسمية واختراعا، حيث انتقلت إلى الوطن العربي عبر مدينة عدن إبان الاستعمار البريطاني. وهي المدينة التي يتواصل فيها الإقبال الملحوظ على شراء هذه الوجبة الرمضانية، ما دفع الكثير من الأسر عرض منتجها المنزلي في الأرصفة. يتطلب تحضير السمبوسة عدة مراحل تختم في الزيت الحار، فيما تتعدد أنواعها وتختلف باختلاف الأذواق واختلاف مستويات المعيشة. في سمبوسة بالجبن، في سمبوسة بالبطاط، في كل شيء، كل شيء عندنا موجود متوفر إن شاء الله. هذه 30 ريال، وهذه بالجبن 40 ريال. وفي كل أنواعها تظل الكثير من الوجبات الشعبية علامة حضارية مرتبطة بالمدينة والتمدن. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.